السلام عليكم. كتنتظر الوصول ديال المنتخب الجزائري؟ احنا نقارعوا غصب الصبر، وانا فاني كنت شت خاوتي المغربيين جاو كيما هكا، وارفين رونار مسلمين عليه الجزائريين خاطر خلى بلاصه مليحه في واسمه، هنا نتفعلوا الخير. كاين 24 ايكيب، 24 اللي يكونوا متحضرين ويكونوا مونتالمون فيزيكمون، نظن ماشي ساهل. 24 فريق اللي وصلوا هنا ما جاوش يلعبوا لك البندير والقصبه. كتشوف ان المنتخب الجزائري مرشح يتوج بكاس افريقيا هذه النسخه هذه؟ لا، احنا متفانين الخير، وبعد الماتش نتاع المالي شفنا تحسن، وكل شيء على المونتال تاع لي جوار، لور كونديسيون فيزيك، وحنا انا نظن متفانين الخير، وان شاء الله ان شاء الله نتمنوا المغرب والجزائر في الاخر في لابينال. كيفاش كتشوف المستوى ديال المنتخب المغربي؟ مستوى مليح، يلعبوا مليح، شفت الماتش اميكال تاعهم مع الغامبيا، يلعبوا مليح، عندهم ان كوتش كمان كاباب. روحت معهم هنا، حضرت معهم مام في البرتغال مع في روسيا في الاستاد سبارتاك دو موسكو. شجعتي المغرب؟ انا مام دروك نروح بعد يمكن يكون الفارغ ما كانش الجزائر، نروح نتفرج المغرب على جوارينا، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جوارينا جار. وتحيه للمغرب، تحيه للشعب المغربي، وتحيه للجزائر، وحنا خاوه خاوه، وكل عام وحنا بخير، وان شاء الله يفرحونا كو سوا ليكيب ماروكان ولا ليكيب الجزائر، ان شاء الله يكونوا في المستوى. اشنو بالك في المستوى ديال المنتخب المغربي؟ هو منتخب مليح، وان شاء الله يدير حاجه في كاس افريقيا هذه. الا كان النهائي بين المنتخب المغربي والجزائري غتشجع المغرب؟ لا بيان سور سيبورتي الجزائر، بصح لي يربحها بصحته. انت غتشجع المغرب؟ لا لا لا، انت مو مليح، لا ماشي نتشجعوا المغرب، اللي يلعب مليح ويكون فير بلاي وكل اسمه، باسكو يا توجور ان غانو ان بيردون. حنا نتمناو نكونوا في النهائي، حنا نتمناو المغرب والجزائر، حنا نتمناو، ومن بعد ربي يجيب الخير.